ما مدى صحة الحديث رحم الله رجلا صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، وهل يعني بذلك غير السن الراتبة؟ هذا الحديث صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها عند أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرره الله على النار، رواه أحمد وأهل السنن أربع بإسناد جيد. أما حديث رحم الله هذا في العصر، رحم الله ما صلى أربعا قبل العصر، وهو حديث جيد أيضا. وصلاة العصر أربعة قبل العصر مستحبة وهي راتبة، أما الظهر فالرواتب في الظهر ست، أربعة بعدها واثنتين بعدها، أما أربعة بعدها فهي راتبة لكن مستحبة بعدها، وإن صلى اثنتين بعدها وأربعة قبلها هذه الراتبة، وتسليمتين قبل الظهر وتسليمها بعدها هذه الراتبة، وإذا صلى أربعة قبلها وأربعة بعدها صلاة ثمان كان أفضل وأفضل.